اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن. حضرتك ازي حضرتك؟ الله كله تمام؟ تمام الحمد لله. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ يا كابتن كله تمام؟ الحمد لله. راي حضراتكم في البدايه في زياره كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي الى مجلس اداره نادي الزمالك استاذ جمال؟ طبعا هي زياره رائعه الى نادي الزمالك، يعني زياره رائعه، ويمكن اتاخرت لاسباب الناس كلها عارفاها. أوكي. وهي مرض الله يرحمه الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، ونادي الاهلي من البدايه بقياده الكابتن الخطيب مجلس الاداره رحب بانه هو يعني يقدم على هذه الخطوه، ايمانا منه انه العلاقه بين الناديين هي اساس الرياضه المصريه بشكل عام. لان المنافسه دائما ما تكون بين الاهلي والزمالك. والحقيقه طبعا كان الاستقبال بقياده كابتن حسين لبيب استقبال رائع، وسيكتمل هذا الامر طبعا بالدعوه اللي وجهها كابتن محمود الخطيب بالنيابه عن مجلس الاداره لمجلس اداره الزمالك للقيام بزياره مشابهه الى النادي الاهلي في الفتره القادمه. وانا بقول ان هو ده الطبيعي، يعني انا بقول ان العلاقه الطيبه دي عوده الى العلاقات على شكلها الطبيعي بين الاهلي والزمالك. اللي يكسب في الملعب ده موضوع تاني خالص، يعني صحيح اللي هو زي ما بيقولوا اللي مستعد اكتر والاشطر فنيا يكسب، ومع ذلك العلاقات الطيبه مستمره بين الناديين الكبار اللي هم هيلتقوا طبعا زي ما احنا عارفين في مباراه كبرى نهائي كاس مصر في المملكه العربيه السعوديه في الرياض يوم 8 مارس ان شاء الله. بس انا بقول ان الصراحه الزياره رجعت تاني الامل في عوده الروح الرياضيه الى شكلها الطبيعي بين جماهير الفريقين، وده بقى الدور القادم. يعني الجمهور بينتقل اليه مثل هذه التصرفات. المشكله بتكون في بعض البرامج الرياضيه، يعني بعض الضيوف في بعض البرامج هم اللي بيزودوا حده التعصب بلا سبب وبلا مبرر يعني. ولذلك نتمنى ان شاء الله ان يكون لهذه الزياره تاثير جيد باذن الله. يعني استاذ محمود، هل ترى ان الاجواء في هذا الوقت هو الوقت الحالي يعني اصبحت مواتيه لتصفيه الاجواء سواء جماهيريا او على مستوى الادارات؟ بلا شك انه يعني هي الزياره طبعا الكل ادلى ابدلوا فيها، لكن هي جت في وقت مهم جدا قبل المواجهه المرتقبه يمكن في نهائي الكاس في 8 مارس. لكن يعني المشهد عامه كان يحتاج الى مثل هذا اللقاء الودي اللي جدد الذكريات القديمه. كل الناس عندها ذكريات سواء من مجلس اداره الاهلي، سواء من الاهلاويه، سواء من الزملكاويه، كل واحد بيتكلم ويفتكر ازاي كانت العلاقه قبل كده، يعني ممتده فيها زيارات متبادله. ودي مش اول مره، يمكن احنا قلنا انه اخر زياره كانت يمكن المجلس كابتن حسن حمدي ومجلس المهندس ممدوح عباس، كان الكلام ده سنه 2009. وقتها تبادلوا الزيارات الاثنين في فتره دي، وكان وقتها اتفقوا الاثنين ساعه ازمه البث والتفاصيل وحواديت كتيره جدا. قبلها بسنوات كان في زياره مهمه جدا عملها برضو الدكتور كمال درويش والدكتور اسماعيل سليم، وكانت دعوه برضو من النادي الاهلي للزياره، وكان فيها بامانه شديده تنسيق كبير جدا من الدكتور سامي حمدي والدكتور طلع شتا رحمه الله عليه والكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب. عاوز اقول لك ايه، الاجواء كانت مبدله في الملعب ده، انا ماليش دعوه بيه، الملعب ده كل واحد يدلو بداله بجهده وبعرقه وباخلاص وبعمل وبيعمل اللي هو عايزه. لكن اللي انا عايز اقول لك هناك اكثر من نقطه لافته للنظر، ويمكن في حاجات ناس ما خدتش بالها، انه الفتره السبع ثمان سنين اللي فاتوا تم شحن الاجواء بصوره في غايه الصعوبه، حتى انها اثرت على النشء. ويمكن احنا في تغطيتنا في الاهرام تناولنا جزء مهم جدا، كان هو هناك حوار بين طفل عنده 10 سنوات وبين محرر مندوب الاهرام اللي بيغطي الزياره الزميل محمد نبيل، وبيسأله الولد بيسأل محمد نبيل واقف في ايه يا عمو؟ قال له ده بيبو. قال له مين بيبو؟ قال له ده رئيس النادي الاهلي. قال له بيعمل ايه هنا؟
قال له بزورنا زمالك. قال له هو ينفع رئيس الاهلي يجي يزورنا الزمالك؟ ينفع الاثنين يقعدوا مع بعض يعني للدرجه دي؟ قالوا لنا احنا وصلنا. اما هو ده اللي انا كنت ما انا بقول لحضرتك. قالوا لنا حلو قوي. انا بقول لك قالوا لنا ما ينفعش يقعدوا مع بعض بجد فعلا. قالوا لنا ما ينفعش يقعدوا مع بعض انهم اعداء يعني. الشحن لما يبقى عندك طفل عنده 10 وصل له هذا الاحساس انه الامر غير مقبول وغير هذا وغير وارد في المطلق. هذا الامر هذه الزياره والهتاف اللي استقبل بيه الكابتن محمود الخطيب من جانب اعضاء نادي الزمالك والروح الطيبه وتغيير النمط حتى وتلقى الدنيا هاديه وتلقى الوضع مختلف، لا شك انه مثل هذه الزيارات المتبادله لا داعي ان التفت لبعض الاصوات التي تعكر مثل هذه الاجواء. انا يهمني الناحيه الايجابيه حتى انه بعديها مجلس اداره نادي الاسماعيلي وجه دعوه للنادي الاهلي بزياره مدينه الاسماعيليه ونادي الاسماعيلي. وعاوز اقول يا جماعه برضو دي حصلت قبل كده وكان الكابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب وكانت زياره كبيره جدا واستقبال وتم التبادل. عاوز اقول ايه، جه الوقت اللي انت محتاج انك تنتصر للدوله وللاجواء والعام والروح الرياضيه. لا وتنتصر على لا لا قبل ما تكمل بس وتنتصر لهؤلاء الاطفال. ما انا بقول لحضرتك اهو ماشي عليه ده انت يعني انت على فكره الجيل الصاعد يعني الموضوع اللي حضرتك قلته ده موضوع مهم جدا طبعا. ما انا بقول لك اهو الحوار بتاع الولد نفسه حتى انا قلت لزميلي محمد نبيل كان نفسي اتصور قال لي الولد فاجئني لازم انا ما كنتش مع الزحمه والناس يعني داخله. قال لا لا قلت له كان لازم تصوره لازم تعرفه صح خلاص. قلت له كانت هي تكمل اللقطه بالحوار اللي الواد قاله لك ان هو مش متوقع ان ممكن وصلنا في الرياضه ان ممكن رئيس الاهلي يروح الزمالك او رئيس الزمالك يروح الاهلي. يعني عاوز اقول لك ايه، المساله وصلت الى انك انت هنا ايه عملت بذره هيدفع ثمنها مين؟ هيدفع ثمنها ده بعدين هم الاولاد دول طبعا. وعشان كده كانت مهمه جدا جدا هذه الزياره. انا بقول لك زياره موفقه، اتمنى يعني ان احنا نستفيد منها ان هي تكون درس مهم جدا انه يا جماعه الرياضه في بدايه الامر وفي نهايته اخلاق. الرياضه زي ما بقول لك على كراسه المطالعه بتاعتنا كان بيقول لك تواضع عند النصر وابتسم عند الهزيمه، العبارات اللي اتعلمناها. نفسنا الحاجات دي ترجع، نفسنا نخلي المنافسه في اطارها في المستطيل الاخضر. خارج المستطيل الاخضر احنا بنقعد نمصمص في شفايفنا ونتعجب ونتكلم على اخلاق الاوروبيين في دوريات اوروبا. شوف المدربين بيسلموا ازاي، شوف الناس طب ما نفسنا احنا كده، احنا المفروض كده، احنا اخلاقنا وبيئتنا وتربيتنا المفروض كده. ايه اللي وصلنا لمرحله هذا الشحن والتلاسن الغريب المريب والتطاول بهذه الصوره؟ صمت الجميع وجي الوقت في الوقت المناسب، بدات الامور تعود لحالتها الطبيعيه. اتمنى ان شاء الله تكون بدايه لكل الاجواء كلها لانه نحط الكره والرياضه بصفه عامه في اطارها الطبيعي وانه العلاقات هي اكبر واقوى ما بيننا. واتمنى ان شاء الله انه ده يكون ليه تاثير على مين؟ على ايه؟ على النشأ، على مباريات الناشئين، على الولاد. لابد يكون ضرب يد من حديد، عدم السماح بالخروج عن النص، وانه في انك احترام المنافس ده رقم واحد واثنين وثلاثه. مساله انه الا يتحول كمان الصحفيين والاعلاميين الى مشجعين، الا يتحول الاداريين الى مشجعين، الا يتحول اللاعبين الى مشجعين، انه كل واحد في اطاره وكل واحد بيحافظ على مكانه. زي ما انت بتقول النادي الاهلي سر اسرار نجاحه ايه؟ انك انت محافظ على نفسك، بتحاول حتى لو صدر عندك ما بتنتظرش، بيبقى عندك قرار. لما لعب مهاجم محمد رفعت 2005 عمل لقطه انت ما استنيتش، خدت قرارك بالتدريج لمين هات تعالى ازاي الولد طلع. انا مش يعني عاوز اقول لك ايه، الحواديت دي لو انت فرطت في كل حاجه صغيره سيكون نتيجتها العواقب اللي انت تصل اليها. فطبعا انا بهني مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وبهني الاستاذ حسين لبيب ومجلس ادارته، بدايه موفقه، خطوه اكثر من رائعه، بنقول رساله للجميع. اتمنى على صعيد كافه الانديه ان المساله يا جماعه كورة ورياضة أكبر مصلحتنا وبلدنا وعلاقتنا وكل الحواديت اللي انتوا شايفين والأجواء اللي احنا فيها تتطلب من الجميع أن يتكاتف وأن نضع الأمور وأن تكون العلاقات هي رقم واحد واثنين والاحترام المتبادل بين الجميع، ولندع الملعب لأصحاب الملعب هم بقى يحددوا، وأن تكون الإدارات يقظة وصحية على أي خروج عن النص بضرب يد من حديد على من يحاول أن يعكر الأجواء مرة أخرى. هاخد حضرتك يا استاذ جمال لمباراه الاهلي ومدياما. نعم. مش هتكلم فيها فنيا، ولكن تعيين طاقم تحكيم جابوني غير مصنف في مباراه
لا يوجد بها فار. ما هو خلاص احنا عارفين ان دور المجموعات لا يوجد به فار، وبالتالي حكم غير مصنف لا يوجد فار، اعتقد ان ده يهدد استقرار الموضوع طبعا. وعلى فكره هو من حيث المبدا ما ينفعش في العصر اللي احنا فيه بعد ما حكام العالم كلهم اتعودوا على الفار. صحيح. خلاص ما بقاش مقبول انه يتلعب مباريات من غير الفار. ليه؟ لانه النهارده الحكم مشاعره حتى الداخليه وهو بيدير المباراه مستني مراجعه، يعني بقى متعود خلاص على انه في وسيله او طريقه مساعده. فطب يعني يبقى ازاي بقى احنا بنشتغل؟ دي من حيث المبدا مرفوض. صحيح. ثانيا، في مباريات دوري ابطال افريقيا امتى هتجيب حكام على المستوى المصنفين؟ يعني يعني هتجيبهم فين اذا كانت هي دي البطوله الاساسيه بتاعتك رقم واحد بطولات الانديه؟ واخد بال حضرتك ازاي مثل هذه المباريات ما يبقاش الحكام بيتم انتقائهم على اعلى مستوى، عشان ما فيش اي من الفرق تدفع ثمن خطا. ما انت بتوفر. صحيح. يعني هو الهدف ايه من اختيار الافضل؟ ليس خوف من جانب الاهلي، ولكن هو حرص. وعندما اطالب بتحقيق العداله لا بالظبط بالظبط خوف. لا هو حرص يا جماعه كده. هو حرص من الاهلي دايما على انه يبقى فيه كل العوامل المساعده على وجود العداله في المباريات موجوده. عشان كده احنا بنتكلم كمان على نقطه الفار. زي ما قلنا انه خلاص الحكام النهارده يعني ما بقوش يشتغلوا يعني متوقعين المساعده، استغلال هذا العنصر المساعد ليهم اصبح نقطه مهمه جدا. ومع نقطة ذلك مش مهمه، نقطه اساسيه طبعا. ده طبعا يعني بصراحه خلاص. اصبحت لا غنى عنها، الفار اصبح لا غنى عنه في المباريات. طيب على الجانب الاخر، ليه لم يقم الاتحاد الافريقي بتعيين حكام النخبه؟ لما سالت السؤال ده قالوا لي ثم بيريحوا بعد كاس الامم الافريقيه. بياخد نفسهم يعني. لا طبعا يعني، دي مباريات، خلي بالك دي مباريات، لا ده مباريات مفصليه يعني، مباريات يعني الماتش ده صعب جدا يعني على فكره. طبعا صعب، وانا مش عاوز اقول لك ان يعني عندي حاله من القلق من الماتشات اللي زي دي، بتيجي كده في لحظات كده في فترات ورا بعض، تاخد سفريات سفر سفر، فتبقى المساله وانت راجع من بطوله كبيره وحصل لك فيها اخفاق وعاوز ترجع كمان، انه كمان في ماتش شباب بلوزداد برضو كانت الامور ما كانش بالصوره المطلوبه، وانه التركيز لم يكن كما تمنيناه، وكنا نتمنى ان يكون الاداء افضل من كده. لكن طبعا مباراه ميديام مباراه، قلنا الحسابات انه العوده بعد فتره والتوقف، لكن مباراه ميديام مباراه انا وجهه نظري لا تقبل القسمة على اثنين، يعني لابد من فيها تحقيق الفوز لحسم بطاقه التاهل وعدم انتظار المواجهه الاخيره مع يانج افريكانز، لانك انت يانج افريكانز هيواجه شباب بلوزداد وممكن يانج يعمل لك مفاجاه ويكسب، فهنا كده حط نفسه في 8 نقاط وكده انت ايه، يبقى مباراته الاخيره معاك هتبقى مباراه شرسه جدا. ومباراه اصلا ميديام انت محتاج على الاقل، مش عاوز اقول خروج بنقطه وبتاع، انا عاوز نفسي اتمنى ان اللعيبه يكونوا حاضرين، عندنا الامكانيه وعندنا القدرات ان احنا نفوز. مساله التحكيم وعدم الاستعانه ده شوف انت الاتحاد الافريقي مثلا عمليه مع رضوان جيد لما اعترض على انه يدير مباراه المركز الثالث والرابع، ده استبعدوه من دوري من اداره الدوري الافريقي، ويقول لك كلام الناس كمان سحبوا منه الشارة الدوليه وطلعوه بره. يعني شوف بقى، عشان بس لمجرد انه ايه اعترض وعبر، قالك ان انا الاحق باداره مثلا المباراه النهائيه او ان انا مش عارف مين، رغم انه بامانه شديده هي مباراه، ما هي مباراه كان في يعني قدم في مسابقه. انت كان يعني من وجهه نظري كان يستحق التحكيم المصري ان يكون هو حاضر في المباراه النهائيه، كان اقل تقدير انه طاقم تحكيم مصري يدور، لكن اللي حصل حصل. لكن امر غريب جدا انك انت تجيب لي حكم انا اول مره اسمع عنه او ما حكمش بالصوره، ما قلتليش وتفاجئني بيه، ماشي في مباراه زي دي، مباراه صعبه، منافس برضو عنده شايف انه عنده فرصه، عنده فرصه، عنده اربع نقاط، عنده فرصه لو كسب هيبقى سبعه، كسب عنده سبعه هيلعب مباراه، كل الفرق عندها هيلعب لا ايوه هيلعب مباراه برضو اخيره عنده فيها امل برضو، وهيروح يلعب مع شباب بريطانيا. تخيل هو لا قدر الله كسبك بقى، هو سبعه انت سته ومثلا ويانج كسب بشباب بريطانيا او تعادل او تعادل يبقى سبعه، يبقى سته برضو، لازم سته لازم ناكد على نقطه ايه، انه بصرف النظر عن مين هيتاهل اصبح حق برضه، ما هو حق من حقوق الانديه المشاركه
ان يبقى في طاقم تحكيم دولي مصنف, مصنف معروف يعني خصوصا في ماشي لو ما فيش وبعدين حكام النخبة بيريحوا من ايه يعني من كاس الامم ما هو دي بتتحسب لهم برضه بجد والله انا مش بهزر أيوة. انا سالت سؤال مباشر اتقال لي كده ما هو برضه الاجابه مش مقنعه قوي يعني طب ما نريح اللعيبه كمان يعني ما هو اصل الموضوع مش منطقي المفروض ان دي مسابقتك الاولى حقيقي. رقم واحد وحتى لو المسابقه الثانيه ما هو يجب ان يكون برضه حكام على اعلى مستوى لانه احد الفرق هيتظلم مش هقول الاهلي او ميدياما او غيره يعني فلا بد من الاهتمام طبعا بالجزئيه دي يعني اكيد طبعا طيب. طبعا لا شك يا كابتن اسلام طبعا انا معاك انه طاقم تحكيم دولي يبقى الوضع مختلف الامور لكن انا عاوز اقول لك هذه مباراه لها حسابات الحسم وحسابات البطوله لابد تكون انت نفسك على المستوى دون مثلا الحكم وحسابات الحكم والكلام ده لابد ان تكون حاضر بقوه لابد ان تركيزك وهدفك الاساسي طبعا وانك دي النقطه الاساسيه يعني طبعا انا هنا بتكلم في حاجات الواحد شافها بعينيه عشان كده ناس بتقول لي انت بتحط يعني حد كاتب يعني بتقول لك تحط مبررات لل لا مش مبررات لا لا انا بحط ولا بقى انا شفت الحاجات دي بعينيا وشفت قد ايه بيكون التحكيم له عامل سلبي ضد نادي الاهلي طبعاً طبعاً كتيرة جدا والله شفت بقى في عينيا وشفته بعرق في الملعب يعني احنا بنتكلم من حيث المبدا بتكلم على الحقيقه من حيث المبدا حيث المبدا المبدا بيقول ان انت يتم اختيار حكام مصنفين دي رقم واحد بس كده نمره اتنين الفار اصبح ضروره لا مجال للتخلي عنها طبعا انا عايز اقول لحضرتك حاجه ان الفار من وجهه نظري اصبح له دور اكبر من دور الحكم طبعا والله بجد يعني هو اصله اقعد احسبها كده هو لو الفار ما كانش موجود مثلا في المباراه اللي كان فيها كابتن امين عمر في الاثنين ضربتين الجزاء بتوع جنوب افريقيا طب جنوب افريقيا ايه اللي حصل لا صاد ولعبه على فكره ما كانتش كسبت لعبه برضه ما يجيبهاش غير صح لا. لازم يعني طبعا انا بعذر الحكام في الامر ده لكن في الاخر انا كيف تكون هذه المسابقه الاولى بالنسبه لي ما عنديش فيها فار في دور الثمانيه في ماتش زي ده تخيل انا فاكر انا قلت نفس الكلام ده في مباراه الاهلي والهلال السوداني اللي كانت في لو تفتكروا من سنتين او السنه اللي فاتت لما الاهلي كسب هنا وكسب هنا واحنا كنا بنلعب سان داونز وكذا فاكر الفكره دي قلت نفس الكلام ازاي لانه حكم هيصفر ويقول لك انا اخطات معلش لا ما هو عشان كده يخش جول فيك مثلا ويقول لك انا اخطات لا ما عشان كده الفار ده لو قال احنا بنقول انه بقى وسيله اساسيه لمساعده الحكام طبعا حكام الساحه يعني تقليل نسبه الاخطاء وبعدين على فكره مش مهم في دور ودور تاني لا طبعا لانه الخطا يا كابتن اسلام هيدفع ثمنه بعض الفرق سواء في دور التمهيدي ولا دور المجموعات ولا يا استاذ جمال قبل النهائي ولا النهائي مع كابتن إيه إيه؟ شوف مع التنظيم الرائع بامانه شديده لامم افريقيا في كوت ديفوار والحضور والفار كنت اتمنى ان يكون على نفس المستوى البطوله رقم واحد لا بس اقدم دوري ابطال افريقيا تقصد ان لا كوت ديفوار كانت كويسه جدا انا بقول لك التنظيم كان جيد ايه تحكيمان ما انا بقول لك على التنظيم الرائع واللي اتعمل كنت تتمنى ان ايوه كنت اتمنى زي ما هو وعد ممكن نلاقي الحكم كويس ولكن انا بشوف انه يعني انا بتخوف ليه لانه مغامره غريبه جدا في وقت غريب جدا طبعا حاجه انت مش عارف مستواها يعني انت عارف لو المغامره دي بالفار اقول لك ماشي هيبقى في خط رجعه خط ان انا اشوف مش داخله جون ولا داخله جون بالظبط لكن انا كده انت سايبني في المجهول سايبني في وسط البحر ومقيد ايدي ورا ظهري لا دي نقطه احنا بنوجهها برضو للاتحاد الافريقي طبعا المباراه اللي جايه خلاص انت هتلعبها باي شكل من الاشكال وزي ما قلت يا استاذ محمود الاهلي مش عامل حسابه على ان التحكيم هيبقى معاه او ضده لا الاهلي يستعد الاهلي بيستعد على فكره ما انا ممكن يجي حكم افضل حكم في القاره الافريقيه واتغلب لا ده انا بس باكد عليه ده يعني. ممكن ارتكب خطا كارثي ما ارتكبوش حكم مبتدا لا احنا بناكد بس على جزئيه انه ده ليس له علاقه عشان الناس اللي بتبعت لحضرتك ان ده ليس له علاقه وليس مقدمه لاي شيء الكلام كله في حد في مقدمه الحاجه هو المساله بتبقى مثلا توضيح انا بقول فلان اختاروا كذا انا بدور على فلان ده ملوش تاريخ اصلا مثلا رقم واحد او حاجه زي رقم اثنين رقم ثلاثه من ضمن هذه الاسباب السبب ده طيب خلينا اذهب مع حضراتكم لامر اخر لانه الامر ده اثير خلال الكام يوم اللي فاتوا ميدو اتكلم عنه الحقيقه فيما يخص الرخص التدريبيه اللي فرضت نفسها ازمه كده حصلت خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا تعرفوا ايه اللي بيحصل في هذا الملف فيما يخص الرخص التدريبيه
اللي انا عارفه ان الرخص التدريبيه، لا فيما يخص مين في الرخص التدريبيه، علاء نبيل يعني الكابتن علاء. هو انا مش عايز اتكلم على كابتن علاء تحديدا، لكن انا بتكلم بشكل عام. انا اللي انا فهمته وعرفته لما سالت في الاتحاد الدولي سوري في الاتحاد الافريقي، اتقال لي اسلام احنا ما بنجبرش اي اتحاد محلي يعين مدير فني برخص ايه. ايوه ما هو دي نقطه، يعني دي ليس هناك اجبار في هذا الامر. بدليل انه في ناس سبقوا كابتن علاء نبيل معهمش وما كانوش يعني مدربين يعني على مستوى عالي. ولكن أنا المنطق هنا استاذ محمود اللي ميدو بيتكلم بيه برضه، انا سمعته النهارده مع استاذ ابو المعاطي بيتكلم في امر انه بيقول انه يعني هل ينفع ان انت تبقى طالب في سنه رابعه ويدرس لك طالب في سنه ثالثه مثلا؟ طب خد بقى المعلومه اللي هي وجهه نظر على فكره هي منطقيا اوكي، لكن هي لائحيا لا مش مشكله. الاتحاد الافريقي قال كده وحسب مساله، لكن انت تعرف على الرخصه برو كام مدرب مصري؟ اثنين. لا مش اثنين. اثنين والله؟ لا مش اثنين. امال مين؟ خمسه، اربعه اعتزلوا وواحد هو في الملعب كان بيلعب النهارده. مين؟ كابتن ايمن الرمادي. مين الاربعه؟ الاربعه دول خدهم عشان خدوها بالاقدميه من الاتحاد الافريقي. تمام خلاص. حسن شحاته؟ لا لا، كابتن شعب شافي. اوكي. كابتن شطه. اوكي. كابتن محمود دكتور محمود سعد. و الكابتن فتحي نصير. حلو. دول من تقرير الاتحاد دول الوحيدين اللي معاهم. ومين رقم خمسه اللي بيلعب؟ ايمن الرمادي. لا في واحد كمان سالت على انه علي ماهر ساب فيوتشر وراح خد ما خدهاش. إيه؟ مين الخامس؟ لا بتكلم عن المصريين مالناش دعوه بالاجانب. لا السادس يا مين السادس؟ كابتن محمد عبد العظيم. عظيمه كابتن كابتن برو من ده من سنوات. ده من فتره عظيمه بدأ الدراسه وبتاع، لكن انا عاوز الكابتن على بتكلم على المدربين الحاليين في الدوري المصري لما هم المصريين يعني اللي بيقودوا الانديه. ما عندكش كابتن ايمن رمادي غير كابتن ايمن رمادي، والباقي ما عندهوش الا خد بقى الدورات الافريقيه اللي هي ايه طيب وبي وسي. هل ده هل هو ميدو بيتكلم هنا بمنطق ان هو يعني هل ينفع ان زي ما انا بقولت لحضرتك كده ان واحد في سنه رابعه يدرس ما هو ما ينفع حتى لو لائحيا. لا بس معلش بعيدا عن اللائحيه احترامنا ماشي. اقصد ان يعني طيب ماشي الموضوع ده النهارده يا كابتن، مع كامل احترامي ليك والاحترام من وجهه نظر ميدو كابتن، الموضوع ده النهارده اتفجر النهارده لا ولا موضوع موجود من فتره؟ موجود من فتره. طب احنا قبل كده مش من النهارده ومن قبل كده واتكلمنا على ايه؟ على تطوير المدرب المصري ما اتكلمناش جدا. قلنا مطالب انك تجيب ناس من بره وتدي دورات وتعلي وتروح الناس تدرس بره ولا لا؟ قلنا الكلام ده كتير. قلت انت هنا في برنامجك انه هو اختار اثنين بعينهم عشان طلعهم بره يدرسوا، مين هم الاثنين واختارهم ازاي وايه الشروط وايه الكلام ده؟ الناس هتاخد كلام ميدو، خدت كلام ميدو في جانب، طلع ميدو قال انا مش بقول عشان موضوع ابني ومش عارف مين لا 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 الكلام ده، لكن هو عاوز اقول لك على حاجه بشكل عام. ما هو بيتكلم، اذا كان هو اتكلم بشكل عام هنقول له ماشي يا عم عشان نرفع له القبعه انت، لكن انت خليت اديت الناس فرصه انك انت لما وجهت الموضوع ناحيه لا انت لما خدت الموضوع ناحيه المدير الفني للاتحاد خليت الموضوع، لكن انت كان عليك عشان تهرب من النقطه دي كان يتوجب عليك الحديث على ازمه انك انت كاتحاد كوره تتكلم انه اتحاد كوره ما عندوش قائمه بالمدربين. حتى لما اقول لك ايه انا اتحاد دوله معينه لو سمحت يا كابتن اسلام انت رئيس اتحاد الكوره لو سمحت انا عاوز منك مدرب بس يكون عندك كذا كذا، فانت تقول لي بص انا ابعت لك. انا بقول كده لايه؟ اه هو انا ليه دلوقتي بناقش هذا الامر يعني؟ اشمعنى ده اللي انا بناقشه؟ لانه انا اللي يهمني ان عندنا اتحاد جديد بعد ست شهور ولا سبع شهور. اه طبعا انا متخيل ان الاتحاد اللي موجود حاليا هو اتحاد لتسيير الاعمال. طبعا لا يستطيع ان يتخذ قرار باكثر من خمس ست شهور اللي جايين بيني وبينكم يعني. صح طبعا. انتوا تعلموا مش هيحصل، مش هياخد اي قرار. اه بالظبط كده، مش هيلحق. فانا انا اتمنى على الناس ان يبقى في دايما ضوابط لما هو قادم. يعني ايه؟ يعني الاتحاد اللي جاي يجب ان يتم او لو من دلوقتي الكابتن علاء او غير الكابتن علاء حد من اللي موجودين في الاتحاد يتم وضع ضوابط لاختيار المدير الفني للاتحاد. قد تكون هذه الضوابط فيها الرخصه برو، وقد تكون هذه الضوابط لا يوجد بها الرخصه. لا انا شايف معلش ولكن احترامي. يبقى عندنا كومبليت يعني شكل كده نمشي. أيوة. بيه ايوه خلال الفتره القادمه. هو ده اللي انا بطالب بيه. ولا فارق معايا احاول اعالج ايه؟ ولا فارق معايا كلام مين؟ ولا فارق معايا احاول اعالج الكلام ده. اعالج لازم اعالجه يعني على مستوى اتحاد الكوره نفسه. اتحاد الكوره ما عندوش البلان ده. لا ما انا بقول لك اتحاد الكوره نفسه كله يحط ورابطه الانديه برضو نقطه من النقط المهمه. لا يجب ان هي تخلي الدوري عرضه لاي تغييرات بهذا الشكل. يعني لازم يبقى فيه عندك نظام
لكره القدم المصريه. ايوه. المسؤول عنه مين يا كابتن؟ مين؟ اتحاد الكوره بخصوص اللجان زي لجنه المدربين، لجنه مش عارف ايه، اللجنه الفنيه، المدير الفني، الكلام ده كله. المسابقات المختلفه غير دوري يعني. الدوري مسؤوليه رابطه الانديه. هي الفكره انا اقصد ايه؟ انه المدير الفني ده مش لازم يكون معاه برو لسبب، لانه مش قصدي. ايوه يعني انا هنا مش بتكلم على البرو تحديدا. انا بتكلم حط قواعد، لازم يبقى عندك مدربين أوكي. بيتم صقلهم ايوه وتطوير ادائهم ويبقوا مواكبين للعالم. هي يعني القناعه بتاعت المدربين دلوقتي لما يجي الكابتن علاء يقف معاهم ويتكلم معاهم هيبقى مقتنعين ان الكابتن علاء برضو اسم كبير في وسط بعيدا عن كل الكلام ده الحلو الجميل يعني. اللطيف هو مين ده اكتر منه يا كابتن يعني؟ مين في المدربين الموجودين الوضع الحالي اكبر من خبرات علاء نبيل؟ طب برضو خلينا كخبرات اوكي ماشي. لا خلينا واقعيين، علاء خبرات نبيل. اوكي ماشي. لكن ممكن يجي يقول لك مثلا طب ما هو كابتن ايمن رمادي معاه برو. طيب هو ده معناه ان هو المدير الفني حرام يكلمه يعني؟ لا ما هو برضه العمليه يعني ايمن رمادي بص انت انت متفق وتعلم جيدا انه الدخله بتاعت ميدو جنبها الصواب في انه تركز على مين. ما انا مش عايز اركز على كابتن علي. ايوه ايوه انا بقول لا انا بتكلمنا ان انا شخصيا مقتنع ان الكابتن علي يبقى مدير فني للاتحاد. انا مقتنع. انا بتكلم هنا في قناعه هي الدخله الدخله بتكلم على الدخله طرح الموضوع طرح الموضوع اللي انت بتكلم عليه موضوع مهم جدا بس عايز اقول لك دخلته كانت غلط يا كابتن. حضراتكم كنتوا موجودين من 6 7 5 6 شهور تقريبا 5 6 شهور ان احنا لما كنا بنتكلم عن الرخص التدريبيه وكيفيه اختيارها. ايوه ايوه ما كنا اتكلمنا في هذا الامر. احنا اتكلمنا في هذا الامر ولكن ممكن يكون ميدو واخدها عشان سكه حد معين او حاجه معينه ماليش علاقه بيها. لكن انا في النهايه بتكلم على لماذا لا يتم وضع قواعد معينه نقدر نمشي بيها خلال الفتره اللي جايه بدون بقى ما اسلام يتكلم ولا جمال ولا محمود ولا حد. دي المفروض فيما بعد بقول لحضرتك يبقى اساسا هذا المنصب ملوش مواصفات احنا عارفينها يعني. لا ما فيش مدير فني. لا ما فيش مهام لهذا. ده ما اول حاجه اول ما قالوا هنجيب علاء نبيل. طب هتجيب علاء نبيل هيشتغل ايه؟ مدير فني. ايوه اللي هو ايه صلاحياته ايه؟ لا اللي هو ايه ايوه صلاحياته ايه؟ هيعمل 1 2 3 4 صحيح. ولذلك يمكن انا متضايق جدا ان تعيين حسام حسن غطى على اختيار علاء نبيل كمدير فني. هل انا نفسي اسمع منه ايه الخطه اللي هو وضعها؟ اللي انا عارفه ان الكابتن علاء بيحاول مش بيحاول هو طلب من كل مدربين المنتخبات اللي موجودين والمديرين الفنيين وكل الاجهزه الفنيه السيفيهات بتاعتهم على ان يعيد الاختيار مره اخرى. كويس. يسيب بعضهم يقول لهم تثقلوا نفسكم ازاي خلال الفتره اللي جايه. كان يحاول ان يتدخل في موضوع الكابتن حسام حسن خطته المستقبليه ماشي. خلال الفتره اللي جايه ايه ولكن قوبلت بالرفض من الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد في هذا الامر. فمعرفش هل ده من حقه ولا لا. معرفش هما كاتبين العقد ازاي كمدير فني فانا مش قادر ارد. في اجتماع يا كابتن اسلام الاسبوع الجاي انتظار الوصول للاستاذ جمال علام اعتقد من بعد فوزه برأس الاتحاد شمال افريقيا والاستاذ وليد عطار. وفي اجتماع اعتقد الاسبوع الجاي بيضم الكابتن حسام حسن وكل المديرين المدربين فرق الناشئين والشباب يعني هو كابتن من وائل رياض مع كابتن احمد الكاس المدربين يعودوا في حضور الكابتن علاء نبيل برضه في الموجود ده بهدف يعني يتكلم عن الافكار والتفكير هيبقى ازاي مش ازاي هنفكر هنشتغل ازاي هنعمل ايه مع بعض هننسق ازاي مع بعض يبقى عندنا تعاون انا وشايف حاجه كويسه عندك اقدمها لك اقول لك تعالى اتفرج عليها وشوفها تعالى شوف كده تعالى شوف لاعب لانك انت برضو ده شيء كويس انك تبقى عامل رب شكل يعني هيبقى تحديد شكل للعمل للمرحله الجايه اتمنى وتحديد طريقه التعامل على فكره يا كابتن الراجل ده مسؤول عن تطوير تطوير الناس اللي حواليك اتطورت من فين؟ ها؟ من انه في ناس بتبص بتتفرج بتتابع 100% بيبقى عندها مصلحه هدف انك انت تطور الحاجه اللي عندك. باجي اقول لك ايه في اخر السيزون؟ تعالى يا عم احنا عملنا احصائيه فنيه اكتشفنا يا عم ان احنا ما عرفناش نجيب جول من تسديده من خارج منطقه الجزاء. تعالى يا عم انا ما اعرفش اجيب جول من ضربه راس. تعالى يا عم كل الاهداف اللي جت فينا سواء في مباريات في مباريات الدوري حتى في مباريات دوري افريقيا كلها بتيجي من اوفرات. ها؟ مع المدافعين ما ادائهم كذا المشكله ايه؟ زي ايه؟ اتحاد اليد يطور نفسه عمل ايه؟ جه قال لك الله ده انا عندي مشكله في اللاعب الاعصر. خلاص؟ مفيش، قال لك فراح مدي ميزه، اللاعب اللي هيجيب ايه جول بايده الشمال الهدف بهدفين.
طيب عنده مشكله لما كابتن فتحي نصير عمل كده في في قطاع الناشئين قالت قامت الدنيا وعمل وعمل مش بكلمك اهو ازاي انا بكلمك جون في في تسديده السبعه متر في الهاند بول قال لك عندنا مشكله لا يا عم اللي هيجيب هيعمل كده لا بس كان اتحاد قوي قادر ايوه انت هدفك ايه هدفك مصلحه اللعب انا جايب كابتن علاء نبيل راجل عنده خبرات مهاجم منتخب مصر في وقت من الاوقات في العصر الذهبي لعيب مميز اشتغل مدرب كبير اشتغل مع الكابتن الجوهري عنده خبراته احترم هذه الخبرات واقدرها واساله ايه اللي انا مطلوب منك في المرحله اللي جايه انا مطلوب مني 1 2 3 4 اعمل ايه انا عاوز اعيد الرياده مره مش اخرى مش فاهم ليه ما حدش يطلع يقول لنا هذا ما انا بقول لا ما حدش هيقول لك الكلام حرام ان انا لما اسال سؤال زي ده يطلع يرد عليا الاستاذ وليد عطار او الاستاذ محمد مر او اي حد من الناس اللي مكلفه اعلاميا ان هي تتكلم تقول لي لا والله يا كابتن اسلام احنا عندنا الاتحاد حاطط ان المدير الفني صلاحيات المدير الفني او اهداف المدير الفني خلال الفتره اللي جايه تكوين مجموعه جيده من المدربين لقياده مدربين المنتخبات الناشئين تكوين الاشراف على مش الاشراف الرؤيه المستقبليه للمنتخب الوطني الاول والمنتخب الاولمبي المنصب ده يا كابتن مش موجود ايه المشكله لما حد يطلع يقول لي لا عادي المشكله المنصب ده مش موجود في دول تانية موجود وبعلم الاتحاد الدولي لجنه فنيه كبيره جدا في اماكن أيوة. تانية وبعلم الاتحاد الدولي اللي هو طالب يبقى عندك تكنيكال مانجر كويس انا مش عارف انا مش عارف احاسبه يعني انا دلوقتي كابتن علاء نبيل جه بعد 6 7 شهور ومنتخب الناشئين خرج ولا احاسبه ازاي على ايه طب المنتخب الاول اخطا في حاجه احاسبه ولا حاسب مين حاسب حسام حسن تمام وحاسب طب علاء نبيل احاسبه ولا ما احاسبهوش ما هو ده الكلام اللي انت بتقوله هل تدخل ولا ما تدخلش يا كابتن ما الكلام اللي احنا قلناه لازم ده يعلن انت خدت ايه يا كابتن خدت الرياضه الافريقيه في الفتره اللي هي ما بين 2006 و8 و10 وبتاع بيه بان عندك مسابقات القطاعات والناشئين كانت ايه رحت خدت بطوله افريقيا ورحت كاس عالم مرتين صحيح صاحب الكلام ده صح وعلى مستوى على صعيد الانديه النادي الاهلي اصبح رقم واحد في افريقيا فوز بدوري ابطال افريقيا ولعب في كاس العالم خبرات النادي الزمالك مش عارف مين انت زدت في الاسماعيلي بيلعب في افريقيا المصري بيلعب في افريقيا هنا خدت اكتسبت الخبرات ثانيا وجهت البوصله ناحيه ايه مواجهات الانديه الاهلي بقى يلعب مع الانديه الاوروبيه والزمالك بدا يجيب مش عارف مين انت كده بتكتسب الخبرات بدا منتخب مصر يلعب مع مين مع اسبانيا والبرتغال انت كسرت مع وجود كل هذه انت ازلت الرهبه وكسرت الحاجز النفسي لما الاقي نفسي بلعب مع جنب مين جنب ميسي ومش عارف مين وجنب مش عارف رونالدو في الحاله دي انت ايه بيتطور الامر عندما كمان ما تمتلك الامكانيات الجيده من اللاعبين والمدرب الواعي لابد ان يكون دور ملموس واضح للكابتن علي نبيل وكابتن علي نبيل لابد نفسه يبرهن يقول يا جماعه انا عندي خطه هعمل فيها 1 2 في الفتره من كذا لكذا وعندي هدف ان انا ادور وان انا اوسع وان انا اعمل انا عندي بالنسبه لمسابقه الدوري هبص على شكله وعندي ناس هتشوف الدوري القسم الثاني انا بكلمك اهو بدور وبشوف يعني عاوز اقول لك ايه لو انت عاوز تطلع لو انت عاوز تحسن لو انت عاوز تجود لابد ان تحترم الناس اللي انت جايبها وتديها دورها بالكامل وبعد كده عايز انا جبت كابتن اسلام قلت له اتفضل لو سمحت انت كذا قول لي هتعمل انا 1 2 3 ما حدش يتدخل في شغلي خلاص يا عم شغلك هتتحاسب يا عم بعد سنه على 1 2 3 4 لو سمحت لو ما فيش انتاج لو ما هيبقى في تفهمني ايه الاسباب يعني عاوز اقول لك ايه لكن مثلا احنا نتكلم وتصير الامور بالعشوائيه ونستمر عشان تولد عندنا لحظات عشوائيه وبعد كده نتدخل مش ينفع كده برضه محمود المنصب ده مش موجود في الدول الثانيه احنا ليه بنالف يعني ليه احنا في الاماكن العامه دي بنقعد نفكر هنعمل ايه طب ما تشوف ايه مواصفات الـ 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 الوظيفه في دول العالم الثانيه واضحه لا ما واضح انها مش واضحه لا واضحه بس احنا الواضح انها غير واضحه او بنمصرها بحيث انه حلوه بنمصرها ايوه نخلي نحط التاتش حلوه هي ده الاساس لا بنحط التاتش اللي هو ايه مثلا يكون يا عم كل عيش يعني لا يعني يكون دور المدير الفني مثلا وضع سياسة تدريبية للمنتخبات اوكي نيجي عندنا احنا مثلا كل المنتخبات ما عدا المنتخب الاول يعني احنا برضو بنشخصا لا على فكرة قد يكون هناك اتفاق على كده يا فندم ما عنديش مشكلة سيبك من مشكلة المنتخب الأول خليك في الباقي أنا بتكلم على إيه المواصفات سيبك من منتخب التوب خليك في الباقيين يعني منتخب اولمبي خلينا نرى الايام ومنتخب شباب ومنتخب 2008 و2007 و2005 يا سلام انت لو عملت انا بتكلمك على القاعده خليك في القاعده الاول وانت لو عملت كده ما انت هيبقى عندك منتخب اول
10 على 10 مش محتاج ان انت تسال المنتخب الاول اساسا. لا انا بكلمك في المنتخب الاول. المنتخب بتاع 2006 8 10 ده كان نتاج لافضل المدربين اللي اشتغلوا في الوقت ده اللي هم وصلوا كاس عالم. حسن شحاته، حسن شحاته، شوقي غريب، حماده صدقي، الدكتور محمد علي الله يرحمه وبتاع، والناس دي كلها يا جماعه. الدكتور محمد علي الله يرحمه، محمد علي الله يرحمه، كابتن ربيع ياسين اللي جاب المحافظات الجمهوريه لف عشان يدور على عندك. انا بكلمك اهو. لا الناس برضو على فكره يعني انت برضو ايه يعني زي الكابتن ربيع كان موجود هنا، ده قيمه وقامه، اجتهد وشاف وعارف ودرس وتعب. صح. انا كاتحاد كره المفروض استفيد من الناس دي واجيبها فنيا، اجيبها يعني اجيب كابتن ربيع ياسين، اجيب كابتن حسن شحاته، ها اجيب كابتن طه اسماعيل، اجيب الناس الكبيره حلمي طولان، تعالوا يا جماعه قولوا لنا احنا ايه رايكم، تمشي ازاي، احللون سابق نجاحات ومعاهم على انا بنمشي ازاي، قولوا لنا نحل الموضوع ازاي، شايفين ازاي نعمل. يا جماعه لازم نحترم الناس دي ونقدرها ونحطها في المكان الصح ونديها ونطلب منها ابسط الحلول بالنقاش. والنقاش ايه؟ تطلع في الاخر حاجه معموله، نشوف شغل. مش عاوز انا اشوف تقول لي ورقه ولجنه وبتاع، لا هات الناس دي واديها قدرها وقيمتها واستفيد من خبراتها، تعبت وشافت وعملت وقدمت، لابد ان انا احتويها واجيبهم واستفيد منهم. لكن مساله بامانه شديده يا كابتن يظل، واعتقد ان الوضع هيبقى يعني استمرار واستمرار للحال اللي احنا فيه، اذا لم يكن هناك صحوه على صعيد القاعده من منتخبات الناشئين وتطوير الشغل من تحت والبحث وتطوير المواهب، هيبقى المشكله وانت ناتج زي انت شايف. انت شايف المشهد عامل ازاي لما بلد تعدادها 110 مليون النهارده، كل اللي بيمارسوا كوره ما يجوش مليون في حد ذاته. ده في حد ذاته رقم مخيف ومرعب وما يصحش. كان المفروض يتناسوا كام؟ على الاقل 20 مليون. هطلع مواهب وفت من ال 20 مليون اللي بيدور ملاعب وساحات شعبيه وبتاع. لكن اصبحت لغه كره القدم في مصر الغالبيه اكاديميات كلها من اجل ادفع عشان تلعب، وهذا الوضع لن يصح ولن يخرج لك موهبه. وكل الانديه، بعض الانديه اللي اضطرت انها تعمل اللي هي الفرقه الاقتصاديه واللي هي دفع ادفع عشان تلعب عشان التانيين يلعبوا، مش هتطلع لاعب خلاص. مش هيبقى الناتج بالصوره اللي انت تتوقعها. لابد من تغيير المفاهيم، ولابد من محاربه هذه الافكار وترك الفرصه وتغيير فكره اختيار النشأة يا كابتن. يعني هات نماذج من بره وشوف. لما تاخد دوله وتجيب واحد زي عظيم وتقول له المانيا بيختاروا الناشئ ازاي، ما فيش حاجه اسمها بيلعب 10 دقايق وابص اقول له تعالى انت لعبت. لا ده الاول بشوف المهارات الاساسيه للاعب، بيعرف يوقف، بيعرف ينط الكوره، بيعرف يعمل يسيطر عليها، بشوف حركاته وبقيم وبدي درجات، وبعد كده بناء عليه باخد اطوره واشتغل عليه، اعلمه الاول ازاي باصي. لكن انت المشهد هنا عندك تلعب. ايه انت نزله اختبار 10 دقايق وانا مديله ظهري، المدربين مديله ظهري وانا محدد مختار ابن فلان خالص ومعاهم 2 3 مجموعه. الحاجات دي حاجات كتيره جدا منها سفريه قريبه كده يعني، لكن كله في وقته ان شاء الله نبقى نتكلم عنها كله في وقته. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن جمال. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا استاذ محمود. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكريم.